عسل المنوكة. شنو يعني منوكة؟ وفي منه أصلي وفي منه خربوطي، شلون نفرقهم؟ راح أقول لك. وليش هو سعره غالي؟ الحين أقول لك. أول شيء منوكة اسم زرعة، شفتوا النحلة الطوب على الزرعة تأخذ الرحيق، شو اسم هذه الزرعة؟ اسمها منوكة. وين موجودة؟ موجودة باستراليا وبنيوزلندا. يعني إذا أنا أبي عسل محمد الغريب يا أخذ مصدره من نيوزلندي أو استرالي. زائد العسل في رموز، في MGO وفي UMF. شنو يعني UMF؟ اسم منظمة، هذه المنظمة إيه اللي تعتمد العسل، يعني لازم تأخذ UMF مكتوبة عليه ويعطونك شهادة عساس تضمنها أصلي. وفي كلمة ثانية اسمها MGO، شنو يعني؟ يعني ميثايل جلوكوزال. شنو هذا يعني؟ هذه المادة الفعالة اللي مخليها العسل يصير وايد أصلي. من 5 إلى 10 استخدامات عادية، ومن 10 وانت طالع فوق استخدامات طبية. ضروري جدا تاخذ معاه شهادة، غير كذي انا عن نفسي ما اشتري عسل. واضح؟ يا هلا مرحبا. تدرون الفيديو هذا كم مرة عدته؟ اني بقول كل معلومات بسنابة واحدة، وعيد وعيد بس اشوى ضبط. بس في شغلة ما عجبتني. شنو قلت؟ قلت اخر شيء هذه المادة اللي مخليها اساس بقول العسل وايد غالي، قلت هذه المادة اللي مخليها العسل وايد اصلي. بس حلو حلو الفيديو حلو. الحين ندردش ناخذ تفاصيل، ما حد مقيدنا بشيء. شوفوا ساعات يستخدمون العسل حق الغرغرينه، الله يبعد عنكم شرها ان شاء الله. الناس اكثر الغرغرينه هذه تصيب الاشخاص اللي فيهم مرض السكر. ليش؟ لان العروق خلاص تخترب والشرايين تخترب، فما في كفاءه حق الدم. وشنو ابعد منطقه؟ الريول، بعيده عن القلب فما يوصل دم، فاي جرح تتجمع بكتيريا وتتعفن الريل وقد يصيب غرغرينه. ساعات يستخدمون العسل، بس ولكن مو اي عسل تستخدمون، لازم تستخدمون عسل في الام جي او جدا عالي. شنو قلنا الام جي او؟ هي ماده فعاله اساس تقتل البكتيريا والفطريات. الام جي او يعني ناخذه فافضل شيء عشان نستخدمه حق نعقم جرح او شيء نستخدم عسل المنوكه، ويكون الام جي او جدا مرتفع. لا تحطون على الجرح العسل العادي، لان احنا ليش نبي نحطه؟ عشان الماده هذه ام جي او مثال جلوكوزال. بالعسل العادي الماده اللي مثال جدا بسيطه فيه، بس ولكن نقطه، فعلى اساس كذي ياخذون النيوزلندي او الاسترالي اللي هو عسل المنوكه. شفتوا الماده الفعاله اللي مخليه العسل غالي اللي هي ام جي او؟ هذه موجوده بجسمنا، جسمنا يصنعها. ليش جسمنا يصنعها؟ لها دور بتكسير السكر والكربوهيدرات، ولكن هذه ماده سامه، فعلى اساس لا تقعد بالجسم فتره طويله منو يشيلها؟ يشيل الجلوتاثيون اللي يفرزه الكبد. عرفتوا؟ يعني اي شخص مثلا عنده الجلوتاثيون مو شقال او ياخذ مضبطات حق الجلوتاثيون لا ياخذ عسل المنوكه، لان الماده مثال جلوكوزال راح تضره. احنا شفريجي شفريجي، نشرب ماي نشرب ماي. يا هلا مرحبا، عندنا والعبد احمد في معلومات اي في، بس ولكن بتشكى شويه، بتشكى انا انسان حالي حالك بتشكى. يا جماعة أكثر متابعيني دزولي فوق الساعة 9 أنا ما استقبل أي استشارات، لأنه خلاص حزة نومي وحزة راحتي ما أدز. عندك من 9 الصبح لغاية 9 بالليل، غير كذي أنا ما أرد عليك. هذه شغلة، بس مو معناته دزيت مثلا الساعة 9 10 11 مثلا دزيت الصبح يلا كان ما رديت، يعني انطر دورك راح أرد، انطر دورك. فيمكن في 20 شخص داز قبلك فطول بالك. ثاني شغلة يا جماعة، ما يصير احد يدز لي بظهري ايدي تحكني. ليش؟ انا ايش دراني؟ روح سوي فحص. ما ادري بظهري قاعد احس شد بريل اليمين، ايش حقه؟ انا ما ادري يا جماعه، انا مو ساحر ما ادري. افضل شيء تسوي اي خلل عندك سوي فحص، سوي فحص وقول لي والله بظهري قالوا لي في كذا وكذا وكذا، اني انا اساعدك باشياء طبيعيه. واضح؟ ساعد واحد يدز لي شيء كذا. خل اقول لكم شيء وايد حلو. امس رحت سويت تغطيه حق عسل المعجزه، طبعا عندهم عسل المنوكة مع شهادته، يعني شغلهم ما شاء الله كله مضبوط. في شيء وايد قوي سمعته، شوف الحين نفترض شخص عنده ريال، عنده تستروم متخربط نازل، الرقبة والقدرة مو مضبوطة، عنده الحيوانات المنوية جدا عددها قليل، سو فحص وروح لهم. السلام عليكم، تفضلوا هذا الفحص. يعطونك من منتجاتهم، يقولوا لك شوف روح جربها، بس تخلص منتجاتنا تعال وسو فحص. إذا الفحص كله تغير للأفضل ادفع فلوس المنتجات، إذا الفحص ما تغير في شيء وانت ماخذ كل المنتجات ما نبي فلوسك. شوف شلون قوة المنتجات اللي عندهم، يعني وربي لك الحمد، يعني ما في حالة انه ياب الفحص ومو متغير، الكل متغير. فإذا انت تعاني من هالأشياء هذه
وروح لهم سو فحص وروح لهم راح يعطونك عسل استخدمه. مساكم الله بالخير اخواني اخواتي، شلونكم شخباركم؟ تبون ادليكم على محل